السلام عليكم، كي دارتو؟ لاباس، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. مبروك عواشركم، تعيدوا وتعودوا. اليوم جبت لكم تشكيله رائعه من الحلويات اللي غادي تصبها الضيوف ديالكم. دي كاتو بريستيج، ولكن بمقادير سهله وبسيطه وغير مكلفه. المهم انا وجدت معكم اليوم الصابلي، والمره الجايه غادي نوجد معكم الاشكال الاخرى. المهم خدينا عجينة السابلي، قسمناها لثلاثة الأشكال، واحدة زدنا فيها الكاكاو وقطعناها على أشكال أوفال، وخدينا العجينة البيضاء قسمناها لجوج، واحدة زدنا عليها البافو وواحدة زدنا عليها روح الحامض. اللي بغى يزيد عليها أي أغو ما عنديش مشكل. هذا هو المول الأوفال اللي قطعنا به العجين البنية والعجين اللي فيها البافو. ملي غادي نكملو تقطيع كامل ديال العجين البيضاء هذا، غادي نستفوها في لاطا فيها بابي سولفريزي. هاد العجين ما كيتبدل لا اللون ديالها لا الحجم ديالها، حيت ما فيها حتى شي خماره. وغادي ندخلوهم للفران. من بعد غادي ناخذ العجين البيضاء اللي فيها روح الحامض، وغادي ناخذ مول دائري وغادي نقطعوها على شكل دوائر. حتى هي غادي ناخذ اللاطا غادي نغلفوها بالبابي سولفريزي وغادي ندخلوها الفرن. الى كملنا الحلوه نقدو ما نطيبوهاش في هذيك الساعه حتى الغد، لكن عيانين حتى الغد لان ما غاديش تبدل الحجم ديالها. ملي غادي تخرج من الفرن نخليوها تبرد تماما، ما كتبدلش اللون ديالها. نتوما شفتوا معايا ما كتبدل لا اللون ديالها لا الحجم ديالها. المهم ومن بعد هذه لشكل دائري، هذه اوفال بيضاء واوفال سوداء. هنا غادي ناخذ لاباط داموند طبيعيه، ما غنزيدو فيها لا نكهه لا حتى شي حاجه حيت عندنا الكاكاو. بغينا نحافظو على نكهه الكاكاو. وغادي ناخذ هذا المول ديال السيليكون على شكل في ورقه، وغادي نخرجوا هذا الشكل. غادي ناخذ صابلي وغادي نلصقوا مع بعضياته بواحد الخليط ديال تاليكا كما تيقولوا ديال نيسلي وشوكولا والجلوكوز. غادي ناخذ الشكل الثاني اللي فيه البافو، وغادي نخرجوا ناخذ هذا المول ديال البلاستيك فيه هاد الوريده. غادي ناخذ البانسو وغادي نديرو في الاول شوكولا بيضاء، نخليوها حتى تنشف تماما، يا اما غير في الكوزينه يا اما كندخلوها الثلاجه حتى تنشف تماما، عاد كنديرو فوق منها واحد المعلقه صغيره ديال الشوكولا. هاد الشكل الثالث اللي دائري غادي نديرو ليه النوكا. النوكا كيفاش كنخدموها؟ كنديرو 200 غرام تاع اللوز افيلي ولا جنجلان ولا اللوز كونكاسي، كنزيدو عليه 50 غرام تاع الزبده و 50 غرام تاع الجلوكوز، وكنخلطو كلشي الزبده والجلوكوز، كنديرهم فوق النار حتى كيغلى، وكنزيدو اللوز افيلي. كناخدو الشوكولا حتى هي كنديرها فواحد المول سيليكون على شكل دائري، يكون صغار من الحجم ديالو صغار من صابلي،
والنوبة زي كان نطيبوها في المود ديال السيليكون يكون صغار من ديال الشوكولا، ونقدو نديروها في المول. زدنا عليها لي فروي كونفي ودرناها في المول بومبي صغير، لا بغينا شكل اخر. هنا استفنا الحلوة ديالنا بعد ما كملناها. هاد الاشكال اللي فيها التفصيل باقي ما درتهاش معاكم، هادو هما الاشكال اللي درت معاكم، جوج غسالين ورائعين. هاد هي نوغا بومبي. هنا عندنا النوغا، عندنا اللي صابلي بجوج اللي صايبنا. نتمنى هاد الاشكال يعجبوكم ويرقوكم. نتمنى لكم عيد مبارك سعيد، والى اللقاء الى فيديو اخر ان شاء الله. مع السلامه.